وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي، يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في قومه إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم يكون بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي رواية، هذا في مسلم وخارج مسلم، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. إذن الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولكل من يصلح أن يوجه له هذا الخطاب. قال واغلظ عليهم، أي شد عليهم في هذا. قال ومأواهم جهنم، وهذا تحذير من الله تبارك وتعالى لهم، كما قلنا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار. ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي سوء المصير الذي يصيرون إليه، أعاذنا الله وإياكم منها.